كرة كمان عمل ضجة كبيرة جدا باختيار شوقي غريب للمنتخب الأولمبي. شفته ازاي يا كابتن علي؟ شفت الاختيار ده ازاي؟ بدون خد بتفاصيل. ماشي. كابتن شوقي ربطنا بيه صداقة قوية. مفيش مشكلة مع مش موضوع علاقات. لكن يعني. أنا من حقي عليك صديق ليك ومن حب ليك بقول لك الكابتن شوقي اعتذر عن المهمة دي. صح. اعتذر. من نفسك. أنا بخدرك. أنت أكبر من كل الانتقادات اللي بتوجه إليك. أنت أكبر من إن مسؤول الاتحاد يطلع يقول لك لو الاتحاد اللي جاي مش عايزه يمشيك. أنت أكبر من إن يتقال اللي أنت معمول لك عقد بدون شرط جزائي. أنت أكبر من إن أنت تنزل مرتبك للنص. كابتن شوقي اعتذر عشان خاطري أنا اعتذر. الموقف مش حلو خالص. والتوقيت اللي أعلن فيه اتحاد الكورة تعيينك كان غلط غلط غلط. الناس عندها احتقان كبير جدا من ايام المنتخب الاول. برضو التعيين كان لازم في توقيت معين ومناسب. هم فشلوا في ان هم يعينوا جهاز المنتخب في هذا التوقيت لان لسه الاولمبيات 24 لسه بدري قوي يعني. تمام. فاتخذت الامور كلها. فعشان خاطرك يا بشوقي اعتذر. انت كابتن شوقي غريب بتاريخك وانجازاتك تقول يا جماعة أنا بعتذر عن المهمة دي لأنك أنت مش عايز الناس كلها تنسى اللي أنت عملته. يعني موجة الغضب دي يا كابتن علاء سببها هو التوقيت بس؟ التوقيت عن لا لا الناس عندها ولا كمان الشكل اللي ظهر بيه المنتخب الأولمبي؟ الموضوع في ثورة على حتى فرقة الأندية. الناس عايزة وجوه جديدة. حساب البدري خلاص عمل دروب. تمام. الكابتن شوقي متواجد بقاله فتره طويله فالناس عايزه حاجات جديده. عايزه وجوه جديده. والصراحه الناس عندها حق. تمام. عشان نتكلم بصراحه فانت يعني. النهارده اي تصرف ليك او اي مقال ليك او اي هفوه ليك محسوبه. صح. الناس مش هتستنى فانت ليه تحط نفسك تحت ضغط؟ تدربت كتير يا كابتن شوقي ودربت منتخبات وعملت نتائج وعملت وعملت وعملت. شكرا. انا بعتذر عن تكمله المشوار ده من يعني من حقك علينا ان احنا نقول لك هذا الكلام لانك انت صديق بالنسبه لنا وراجل كلنا بنحترمك وبنعزك. فما اعتقدش ان انت تستحق هذا الهجوم وتتقبله. خلاص. شايف مين ممكن يبقى مناسب للمهمه دي؟ مصر مليانه مدربين كبار بس من وجهه نظر علاء نبيل شايف مين ممكن يبقى مناسب في الفتره دي؟ انا شايف ممكن يبقى كابتن علي ماهر. ممكن الكابتن احمد سامي سموحة. الاثنين دول من اقوى المدربين الموجودين الشباب اللي طالعين. بتفضل انه يبقى مدرب شاب للمرحلة العمرية دي؟ اصل بص انت بتتكلم في مواليد 2001. يبقى لازم واحد عنده القدرة انه هو يروح يتفرج على ماتشات الناشئين هنا وهنا 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 وهنا. يعني مثلا 2001 دي فرجت على فرق كتيره جدا. ماشي. تمام. محتاجه في ناس كويسه في 2001. محتاجه هنا وفي الاقاليم وفي 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 فمحتاجه ناس تعمل مجهود يعني تعمل مجهود على الموضوع ده. ماشي. عكس بقى الماتشات بتاعت الدوري اللي بتذاع وممكن اجيب الماتش اتفرج عليه بالليل والصبحيه اتفرج على ماتش تاني واشوف القناه الفنيه زي على الماتش ده واتفرج واشوف لقطات والحاجات دي. لكن لا ده موضوع تاني. موضوع انت بتتكلم في مفيش ماتش 2001 هتزعلك. ماشي. كلهم ناشئين. مفيش حد بيلعب دوري ممتاز حاليا 2001 خالص. كلهم 97 99. هات لي انت واحد مميز في الدوري الممتاز 2001. لا مش مجمع دلوقتي الاعمار. مفيش. يعني بس مفيش. مين؟ مفيش. ابراهيم عادل مثلا 2001 تقال. صححوا لي كده يا شباب. ممكن يبقى مين ابراهيم عادل؟ مين تاني 2001 في الدوري معروف يعني؟ بس انا اعتقد ان هو ممكن يبقى فيه اسمين ثلاثه يعني مش كتير. تمام. ماشي. فانت النهارده بتتكلم في منظومه جديده. تمام. دوري لازم. احنا بنتكلم على كمان مش بس 2001 يا كابتن علاء. احنا بنتكلم على منتخب تحت 23. ما هو بص صح المنتخب اللي لعب اولمبيات الفتره اللي فاتت اللي فاتت دي خلاص مواليد 97. انت بتتكلم في اربع سنين. يبقى اللي جاي 2001. ماشي. اللي بعده 2005. ماشي. دول الاهتمام لازم يبقى بيهم. تمام. ماشي. وانت النهارده عايز واحد دايس في الحته دي في المرحله العمريه دي.
طيب اسامه فيصل 2001، حسام اشرف 2001، مين تاني يا شباب؟ يعني دول الاسامي اللي معروفه، مش كتير طبعا بس في مش كتير في بس هتلاقي لكن فيه. لكن بتتكلم في ان ايه الفتره اللي جايه اهتمامك كبير بالدوري الناشئ.